بابك قد بصرت. مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم عما يتساءلون مع أحمد عبدون. بدأنا فتح ملف جماعة الإخوان الإرهابية بكل قطاعاته، عندي ملف الاقتصادي، الملف السياسي، الملف الديني، الملف الاجتماعي. فبدأنا بالاقتصادي وكان له صدى كبير جدا منذ أن قمنا بإذاعة الحلقة الأولى الأسبوع الماضي، وده كان واضح جدا من التليفونات، من المواقع والاهتمام بكل ما أتى فيه من تصريحات نارية لضيف الكريم. كان فيه تصريحات نارية لأول مرة بيتم تكفير هذه الجماعة الإرهابية. كنا بنتكلم على سيطرة بعض هذه الجماعات على بعض القطاعات الهامة في الدولة. كنا بنتكلم كمان على ضرورة محاكمة كل من يتقدم في الإعلام، حتى لو كان نائب في البرلمان أو كان إعلام كبير وبيطالب بالمصالحة أو فتح الحوار بشكل أو بآخر مع هذه الجماعة الإرهابية. هذه التصريحات النارية كانت من ضيف الكريم اللي بنستكمل مع هذا الحوار في الجزء الثاني، سيادة اللواء فاروق المقراحي المساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا بك. أهلا بك أستاذ أحمد، تحياتي لك ولأسرة البرنامج. بشكرك. يعني ليه كان في رد فعل قوي جدا على هذه التصريحات، وليه المواقع اهتمت هذا الاهتمام الكبير من وجهة نظرك؟ شوف، لأن احنا دلوقتي داخلين في حرب نهاية الإخوان. يعني ايه حرب نهاية الإخوان؟ يعني الجماعة الإرهابية كل ما تحس ان هي بتضيع يطلع لها شوية زبانية يقول لك المصالحة، زي كمال الهلباوي ده ولا الهلباوي ولا المريض ده، واحد مثلا إعلامي يطلع يقول الكلام ده زي عماد أديب، عماد جاد، الآخرين يعني. بس بدأوا يتنصلوا بعد حلقتك. لا، بيتنصلوا ليه؟ بيتنصلوا لأن حس ان بدأ حتى عمرو أديب قاعد يتراجع. بيتراجع ويقول لك أنا ما قلتش. ليه عمرو أديب يتراجع؟ انت بيقول أنا ما قلتش. الله، هو ان كلمة يا اخوانا الناس اللي بيقول لك عايزين المتعاطفين، كلمة متعاطف دي درجة من درجات الإخوان. ازاي تقولها؟ اسألوا من الناس اللي دارسة واللي داخلة في هذا الكلام، اللي دارسة كيفية ترتيب جماعة الإخوان. ما هم ما بياخدوش الإخواني كده، يعني ما بتوصلش لدرجة أخ. ما هو أخ ده يعني إخواني، يعني ده بقى اللي يعتمد عليه واللي يتفتح له المحل واللي تتعمل له شركة الذهب واللي يتعمل له شركة الصرافة واللي يتعمل له شركة أدوية، كل دول. نعم. واخد بالك؟ دول بيجوا منين؟ بيجوا بعد ما يوصل لمرحلة أخ ويتم اختباره عدة مرات. هل تصريحاتك النارية برضو بخصوص الهجوم على هؤلاء الأشخاص بينادوا بالمصالحة هو اللي خلاهم يتراجعوا؟ ما يعني لازم يتراجع، لأنه كان كل واحد. أنا ما قلتش، أنا بقول أيوة مشكلة. ده في منهم ناس اتصلت بيا يقول لك أنت سمعتني، قلت له أنا مسجلها، انا مسجل الحلقات دي. حد قال لك؟ يعني في ناس كلموني قلت له انا مسجل الحلقات دي، انا بسجلها علشان يعني مش عامل حسابك ان في يوم الايام هيتراجع عن تصريحاته. لا، مش عن انه يتراجع، انا بسجلها علشان اقعد اسمعها بشويش، ولما تسمع بقى بشويش بعين الخبير او بعين اللي بيشوف ما بين السطور، لان دي دراسة. يعني اتعلمنا او درسنا في انك انت تقرا بين السطور، يعني ما تاخدش العناوين كده وتقراها، لازم بين السطرين في سطر مش باين. يعني هو عايز يوصل لك رسالة بصورة أيوة غير مباشرة. ايوه، بصورة غير مباشرة. فلما لقاك انت طالع تقول له لا استنى محلك، فبيقول لك لا انا ما قلتش. بيقول لك انا بقول الشباب المتعاطف. طب ما الشباب المتعاطف ده درجة من درجات الاخوان. مين قال ان الشباب المتعاطف؟ انا اقول ان انا اعمل ندوة بين الشباب كلهم واتكلم ونشوف مين اللي هيقوم يرد عليا واقنعه. هو ده الكلام المظبوط. انما تقول لي ان الشباب المتعاطف، طب المتعاطف دي درجه من درجات الاخوان. قلت لحضرتك المره اللي فاتت ان الاخواني بيبتدي بمبتدئ، مبتدئ يعني اللي هو البرعم اللي لسه واخدينه، بعد البرعم بيبقى ايه، بيخليه ايه في الدرجة اللي بعدها على طول متعاطف مع جماعة الاخوان، بعدها بيبقى ايه المحب لجماعة الاخوان، وبعد كده المنتظم. ست درجات. هم عارفين ده، هم يعني عارف ده، هم اللي عاملين ده واحنا اللي بنقوله. يعني انا بقابل بعض الشباب اللي هو بينتمي لهذه الجماعات يقول لك احنا مش كده خالص. لا، هو ما يعرفش، هو ما يعرفش. اللي يعرف القيادات القيادات يقول لك ده بقى كذا.
نعم. ده رقيل كويس. عموما احنا النهاردة بنتكلم عن القطاعات التي سيطرت عليها جماعة الإخوان الإرهابية، القطاعات الاقتصادية. على أي اهتمام ركزت هذه الجماعة، ومن إمتى بدأت في تزايد وتنمية ثرواتها، وإزاي كمان بيتم استخدامها؟ فعنوان النهاردة ثروات أو أموال هذه الجماعة من أين وإلى أين. بس خلينا أقول لكم أن من الحلقة اللي فاتت، منذ أن انفردنا بإذاعة تسجيل، كشف كذب وخديعة هذه الجماعة الإرهابية في ربع العدوية. بعد ما كان هذا الفيديو موجود على اليوتيوب تم رفعه، وقيل أنه تم دفع ملايين لكي يتم رفع هذا الفيديو بتاع الاثنين ستات. فهنزيعه النهاردة للمرة الثانية بعد ما تم رفعه. هو خاص بإيمان سعيد حسن الشبيني، وهي خالد نوران عماد الأكشر، وهم بيقولوا في هذا التسجيل هم ما يعرفوش بعض. ما يعرفوش بعض ازاي؟ وما فيش قرابة. ده عماد الشبيني هو اللي مجوز عماد الأكشر لكده، وبعدين هم الاثنين كانوا بيتاجروا في مدينة نصر. يعني اللي هو محلات إن أوت تحت المدينة. غير المحلات، غير المحلات، ده عمارات، ده في شوارع فيها شوارع اليوم. أما ليه اللي هي عمارة نوران اللي هي بنت عماد الدين عبد الفتاح محمد الأكشر، اللي ما زالت إلى الآن تجارته شغالة. هنشوف مع بعض هذا الفيديو اللي تم رفعه من على المواقع وبنذيعه لحضراتكم، وده انفراد للمرة الثانية بنقدمه لحضراتكم. نشوف مع بعض إيمان سعيد حسن الشبيني ونوران عماد الأكشر، بنت رجل الأعمال الإخواني عماد الدين عبد الفتاح محمد الأكشر، اللي طلعوا في الفيديو وقالوا إحنا ضد الانقلاب العسكري، وإحنا مع محمد مرسي، وإحنا ما نعرفش بعض، وكانوا بينادوا إن المسيحيين ينزلوا كمان لميدان ربع العدوية. نشوف مع بعض هذا الجزء القصير مدته تقريبا دقيقتين ونص، من فيديو الأساسي كان 18 دقيقة. اتفضل. إحنا بنكتفي بهذا القدر من هذا التسجيل. إذن ما شهدناه كانت إيمان سعيد حسن الشيبيني، اللي هي خالة نوران عماد الأكشر، اللي هي بنت عماد الدين عبد الفتاح محمد الأكشر، وإيمان دي أخت سلوى سعيد حسن الشيبيني، اللي هي تبقى زوجة عماد الدين عبد الفتاح الأكشر. وأنا بتكلم مسألة اللي هو إحنا بنتفرج مع بعض على الفيديو، طلع عارفهم. عارف أبهات الاثنين يعني ده. مش عارف لا الأخت ولا الخالة يعني. بس الأسماء عارفها. الأسماء عارفهم ليه؟ لأن سعيد لكشر، سعيد الشبيني ده كان يعني بفلوس الإخوان بيبني عمارات في مدينة نصر، وكلها مخالفة، كلها عليها أحكام. بفلوس الإخوان ومخالفة. بيخالف في الارتفاعات. يعني أول اتنين خلفوا في الارتفاعات في العلو، وخلفوا في الفراغات اللي هي مساحات اللي هي مفروض بين العمارات. بين العمارات هم دول جماعة الإخوان الإرهابية، لأنهم أول ما جم بالفلوس من بره كلهم جم على مدينة نصر وبهدلوا مدينة نصر. ده اللي هو كان سعيد حسن الشبيني. مش هو بس، هو كل ولذلك 90% كان من جماعة الإخوان الإرهابية من سكان مدينة نصر، وكثيرين الضباط سيطروا على المنطقة. ليه؟ كانت المنطقة نشو جديد أيام الرئيس جمال عبد الناصر، وكان حي كان اسمها مدينة نصر، مش مدينة نصر بقى، كان اسمها مدينة نصر وحرفت فيما بعد إلى مدينة نصر واستاد ناصر. كل المنطقة كده. انما للأسف الشديد دول كان عليهم احكام مخالفة للمباني اللي كانوا بانيينها، وانا عرفتهم ايام ما كنت مديرا لمباحث تنفيذ الاحكام، وجبتهم علشان تنفذ عليهم احكام المخالفات، ودفعوا ملايين الجنيهات لخزينة الدولة وعرضوا في الاحكام. بس انا بعد كده سبت تنفيذ الاحكام ورحت شرطة النقل والمواصلات، فما اعرفش ايه اللي تم التطورات دي. بس هو كمان وعماد دي نفس القصة برضه، نفس القصة. ده ساكن في ظهر ميدان ربعة، عماد الأكشر ساكن في ظهر ميدان ربعة على طول، في الظهر قدام المستشفى بتاع ربعة العدوية اللي سيطر عليها الإخوان. يعني المستشفى دي اتعملت لوجه الله تعالى من فلوس الناس، من أموال الناس العادية، سيطر عليها جماعة الإخوان، من فرع من عيلة إخوانية معروفة، سيطروا على هذه المستشفى واستغلوها لجماعة الإخوان لأغراضهم هم. نعم. ولذلك لما كنت تشوف هناك كانوا عاملين مذبحة في المنطقة يعني. نعم. في هناك.
طب احنا بنأكد مرة تانية على أهمية هذا الملف، والنهاردة بنتكلم من أين وإلى أين أموال الإخوان. معايا مداخلة تليفونية من الكاتب الصحفي الأستاذ حمادة أمام. أهلا بيك أستاذ حمادة، اتفضل. أهلا بيك أستاذ. أهلا يا فندم. إلى أين أموال جماعات الإخوان، شايفها إزاي؟ هي المسألة كلها يظل الملف المفروض علي صوتك ده ملف يظل ملف الاقتصادي أو ملف الأموال الأموال عند الإخوان، ده ملف غامض خالص حسن البلد. أنا مش سامع حاجة يا أستاذ حمادة، مش سامع حاجة يا جماعة، مش سامع. أنا سامعك كويس أهو، أنا سامعك كويس. أنا مش سامع كده كويس، اتفضل. كده كويس؟ أه كده كويس. بقول لك يظل ملف الاقتصادي أو ملف الإخوان عند جماعة الإخوان المسلمين ملف السر غامض حرص حسن البنا منذ نشأة التنظيم على أن يحتفظ بنفسه بالأسرار التمويل ولا يعرفها حد أحد من الحلقات الوسطى الموجودة في التنظيم. كيف نشأت أموال الإخوان وكيف نمت هذا الشكل فترة الستينات أو فترة آخر الخمسينات لما هربت قيادات جماعة الإخوان المسلمين هربوا إلى السعودية والكويت بعض الدول الخليجية وقطر وأسسوا إمبراطوريات اقتصادية داروا ينتشروا حوالي 73 دولة، عملوا مشروعات وجمعيات ومتارف خاصة ودخلوا في بيزنس كبير، بعضها ظاهر وبعضها باطل مع شخصيات أوروبية لدرجة أن المخابرات الأمريكية أسندت فيهم بالمليون ببعض قيادات الإخوان المسلمين أعمال مقاولات في إحدى الدول الخليجية الشهيرة. نعم. أنا بشكرك جدا، بشكر الكاتب الصحفي الأستاذ حمادة إمام. ونعود إلى متى بدأت الانطلاقة بقى الكبيرة في العصر الحديث، خلينا نتكلم على فترة مثلا الثمانينات، هل فعلا كانت بداية الثمانينات في عصر مبارك؟ في الثمانينات والتسعينات كانت وبداية الألفية برضو كل الكلام ده كانت الانطلاقة الكبيرة. يعني ايه؟ يعني كان يعني في شبه الاتفاق ان انت في حالك وانا في حالي، يعني ما كانش ما بين مبارك وهذه الجماعة ما كانش فيه التضييق الواجب اللي كان بيتم ايام الرئيس جمال عبد الناصر. ده ايام الرئيس عبد الناصر كانوا مطاردين. طب ده كان ايام الرئيس السادات ادهم ادهم الحرية من 74 وقتلوه. طب هو السؤال بقى خلينا نتكلم بصراحة، هل شركات توظيف الاموال للرعين والسعد هما مش اخوان ولكن تم استخدام الدين؟ ما هو لما تيجي تشوف انهم كانوا مربيين دقونهم وعاملين زبيبة ولابسين جلاليب والكلام ده، وعلشان هذا الكلام وهو نفس اشرف السعد قال ان احنا استغلينا الدين في القصة دي ان هم يعني والتبرع والكلام ده ولبسوا ومسكوا سبح وعملوا اللي عملوه تحت ستار الدين. ليه؟ لان احنا شعب متدين بطبيعته، فأي واحد يستغل الدين بيكسب. ليه؟ لأن بيستغل طيبة هذا الشعب، وإن الشعب ده اللي عنده عاطفة جياشة نحو الدين، فاللي بيركب هذه الموجة الناس بتصدقه إلى أن يكتشفوا في الآخر إن هم نصابين. إذا كانت البداية من 83 تقريبا، من 83 فعلا يعني الانطلاقة الكبيرة الكبيرة من 83 لغاية يومنا هذا، الى وين هذا؟ ودي في منتهى الخطوره. الموضوع مستمر لغايه يا استاذ محمد حسن، واحنا بنتكلم برضه نشوف الفيديو مره تانية علشان لما بيترفع الحلقه ما بيرفعوش الجزء ده. واحنا يعني نسمع شاشه ونصين واحنا بنتكلم ونشوف مع بعض الفيديو. النقطه المهمه، ما هي اهم القطاعات التي حرص عليها جماعه الاخوان ان هم يسيطروا عليها؟ شوف، هو جماعه الاخوان علشان تسيطر من الناحيه السياسيه كانت عينها على التربيه والتعليم وعلى الجامعه وعلى الـ 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 الشباب والرياضة، ده الأساس. وبعدين خدوا في نفس الوقت الأوقاف والأزهر، يعني كده عملوا بلوك كده داخلين كده التربية والتعليم، التعليم العالي والتعليم الابتدائي وزارة التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والأزهر والأوقاف. عايز تقولي ان هذه جماعة مخترقة؟ يقينا، اتحدى واحد يقول اللي انا بقوله ده مش مظبوط، ده قول واحد. يعني تصريح حضرتك ان هذه الجماعة مخترقة لوزارة الاوقاف، ودي في منتهى الخطورة، يعني المساجد التي تتبع الدولة وايضا جماعة الوزير الحالي، وزير الاوقاف الحالي الراجل راجل كويس وبيحاول، لكن هيتعمل ايه المشطة في الوش العكر؟
يعني في سيطرة في في ناس موجودة. وللأسف يعني ايه يقول لك يعني طالما خامل طالما انه التزم، في بعضهم التزم وفي بعضهم بيحط السم في العسل، يعني بيحطه في وسط الخطة يعني بتاعته كلام. يعني التزم يعني لما يكون واحد موجود على منصة رابعة، واحد مسؤول في مشيخة الأزهر وتواجد قام مرسل على منصة رابعة ونادى باللي كانوا بينادوا بيه الموجودين في منصة رابعة، تقول لي بقى ولا ساعات النهارده ماسك منصب كبير في الأزهر ازاي؟ لا دول كتير، مش واحد، مش واحد، كتير كتير كتير. بس احنا يعني بنقول الأزهر الشيخ طيب راجل محترم، لكن عنده وفاء وولاء للناس اللي وقفت جنبه في السنة السوداء بتاعت الإخوان. في ناس وقفت بجواره في سنة الإخوان السوداء، هو بينظر لهم على انهم كانوا يعني ناس كويسين بالنسبة له، يعني اهل الثقة، او دافعوا عن وجوده لان هم كانوا عايزين يجيبوا عبد الرحمن البر يعملوا شيخ ازهر، فكانوا بيحاربوا في الشيخ الطيب وعايزين يعني يختلقوا له القصص وعملوا حركات بقى التسامح والمدينة الجامعية والقصص دي كلها علشان يجيبوا عبد الرحمن البر. فالشيخ الازهر وقف شديدة قصادهم وعاونه بعضا من الإخوان على أساس إن هم بيحبوش بعض على فكرة، إنما يلموا بعض، إنما ما بيحبوش بعض، المصالح بتتصالح، المصالح بتتصالح دي قولا واحدا. فمثلا زي حسن الشافعي، حسن الشافعي اللي دلوقتي بقى عنده 87 سنة ما زال له سيطرته داخل الأزهر، هو مش موجود في الأزهر إنما له تلاميذ، ما زال موجود من وراء الستار، يعني هو كان موجود في رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر لما الدنيا هاجت عليه، وطلع بعد فض رابعة عمل بيان ضد فض رابعة هو وعمارة اللي كان ماسك المجلة، شالوهم من البتاع، انما ما زال لهم الدور والمكان، الدور والسيطرة في الأزهر. يعني فيه في الأزهر كثيرين، يعني بنتكلم على المساجد والأوقاف وبنتكلم على الأزهر، في الأزهر في انا بقول لك في احدى المحافظات وهي محافظة البحيرة اللي ممسكينه الإشراف على الامتحانات علشان اللي فوق بيقبض منه وفي قصص كده اللي فوق في مصر اللي في القاهرة في الإدارة بياخد بيقسمه، يعني في كده شوية قصص كده بتتم اللي ممسكينه الامتحانات هي أكتر حاجة يعني. أيوه طبعا الامتحانات دي أكتر حاجة، أخطر مش المحاضرات، ده الامتحانات اللي بيرقي واللي بينجح واللي بيسقط. ده مين بقى؟ ده إخواني مسجل، إخواني مسجل وابنه اتحبس، وهو للأسف الشديد ليه؟ لأن في كده تبص تلاقي العملية منخورة كده مع بعضها، الأمين الشرطة المسؤول عن الأزهر جاره ابن عمه وابن خاله، مسؤول الأمن في الأزهر في من نفس البلد، في شوية قصص كده محتاجة الغربال يتغربل كويس علشان الناس دي كل واحد يعرف الحقيقة. ولذلك ما زلت مصر طالما ان القانون اللي عاملينه في المجلس لسه ما طلعش، يا فخامة الرئيس، يا سيادة، يا دولة رئيس الوزراء، يا حضرات السادة الوزراء، طبقوا القانون رقم 10 لسنة 72. طب احنا هنرجع تاني للقانون وبنتكلم عن سيطرة الاخوان على قطاعات مش اقتصادية ولكن ربما تكون اكثر اهمية من الاقتصاد. هي اقتصادية يعني الازهر اللي احنا كان فيه عن التعليم الازهري والمعاهد الازهريه اللي كان الاوقاف اللي هي المساجد اللي هم ائمه المساجد اللي بيشغلوا ويشكلوا عقول ولادنا واخواتنا. بتكلم على المدارس ووزاره التربيه والتعليم ووزاره التعليم العالي. طب احنا دلوقتي بنتكلم على التربيه بقى والنشأ، ده في سيطره من هذه الجماعه. في بقى كمان شركات توظيف الاموال نتج عنها بعد كده ايه لما جم يعدلوا القانون علشان يعملوا البتاع، عملوا اللي هي شركات الصرافة. شركات الصرافة ده في تعديل على كام في المية بقى؟ 73% ده عملية حصر بيها قامت بيها مباحث الأموال العامة في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان في التسعينات أو أواخر التسعينات، تأكد إن 73%
من شركات الصراف يا مالكها إخواني، يا المسيطر عليها إخواني، يا العاملين فيها إخوان. ليه؟ لأن اللي بيتعاملوا معاهم من بره هم نفس الفرقة. ادي شركات صرافة متسيطرة عليها من 73% اللي هو تقريبا اقتصاد موازي للبنوك. أيوة. والمصارف اللي هي يعني على اساس المواطن العادي، ده البنوك اللي صرحت بيها على اساس ان المواطن العادي يلاقي شركات صرافة بتزود الاسعار وبالتالي يعني هروح تمام. اشتري ليه وابيع ليه للبنك ما انا عندي الصرافة جاهزة. قطاع تاني ايه بقى اللي مسيطر عليه؟ عندك شركات الادوية مسيطرين، وقفوا ضد شركات الأدوية الحكومية ودخلوا فيها من طريق الإدارة عشان يعطلوها لصالح شركات القطاع بس الخاص. بتطلع إشاعات، بتطلع إشاعات يقول لك بس قضية العزبي مثلا موجودة في كل شوارع القاهرة ويتقال لك ده إخوان، محدش بيرد علينا. ولا محدش هيرد بالنسبة للعزبي، محدش هيرد. ليه بقى؟ لأن العزبي له علاقات بس هو إخوان. أيوه صيدليات العزبي اللي موجودة في كل حارة وفي كل شارع دي إخوان؟ طبعا طبعا للأسف الشديد كان هو أصله متشعب العلاقات، له علاقات في الإعلام مع إعلاميين كبار وسبونسر بيزنس في بعض البرامج. أيوة. لا وله علاقات ببعض الإعلاميين سواء في الصحافة أو في التلفزيون. علاقات يعني إيه؟ يعني علاقات صداقة من غير فلوس. لا مش ممكن. هل هذه صداقة يعني فلوس؟ يعني فيها هدايا، فيها بتاع، فيها سفرية، فيها مش عارف إيه، في حاجات زي كده. أنا بقول لك في إيه، كان في العمارته في مصر الجديدة في مدينة نصر اللي كانت بتحصل فيها الاجتماعات، قول لي اللي كانوا بروحوا يحضروا عنده بالليل. قول لي اللي كانوا بروحوا يحضروا هناك في ايام نكسة 25 يناير. في ناس مهمة. ايوة. مهمة. الله. كان في 5 من المجلس العسكري بيروحوا يصاروا هناك. دول رايحين عشان يجمعوا اخبار. ويشوفوا الدنيا ماشية ازاي في وسط المجتمع ده. نعم. انما هي صداقاته كانت منتشرة. يعني في صحفي كبير انا حضرت مرة هناك، انا شفت بعيني ما حدش قال لي. يعني القعدة اللي على السطوح دي في الروف فوق في عمارته. انت كنت بتحضر اهو. ما ايوه. ما يعني انت بتقول لي وفي برضه اللي هو فاروق المكرحي كان بيحضر معايا. لا انا شاهدت ايه بقى؟ قول لي شاهد عيان على ايه؟ بقول لك شاهد عيان على الكلام والاعداد والسهاري والكلام اللي ينحط لك في النص علشان يوصل للمجلس العسكري والمشير والكلام ده. في ذلك الوقت كانت بعد النكسه، بعد نكسة يناير. ولسه شغال لغايه دلوقتي. يا بيه يا بيه، هو كان شريك في احدى شركات الادويه اللي انا قلت لك عليها الاسبوع اللي فات. انت بقى جبت الاسامي فخد بقى بالاسامي، مش عايزين ايه زي ما بقول لك. كان شريك في احدى شركات الادويه، واخد بالك، وكانوا عارضينها للبيع للاخوان بتوع الاردن ب 200 مليون دولار، 200 مليون جنيه. واخد بالك، راح هو بعلاقاته في ذلك الوقت مع وزير الصحة، وعقد اي واحد يقول لي ما حصلش 46 دواء دخلهم على البوكسات، يعني احتكار لهذه الشركة. تمام. يعني لو دور على الدواء المستورد ده لهوش غير في العزب. لا ده ان هم ان دخلوا ادوية جديدة، ادوية 46 دواء صنف جديد، يعني صنف جديد بقوا من احتكار هذه الشركة. هي اللي تعبيهم وهي اللي توزعهم وكده. تمام. اترفع سعرها ل 230 مليون دولار، من 200 مليون جنيه ل 430 مليون دولار بال 46 دواء دول. انا قلت الكلام ده وبقول لحضرتك. حد تواصل معاك؟ ولا يا سيدي، الكل عارف، انما ودن من طين وودن من عجل لاسباب ما حدش عارفها. شوف، طالما ان انا براعي الصداقات، طالما ان انا براعي القرابه واقول لك ده اخويا ده ابن عمي، الله، لما يبقى رئيس شركه واخوه اخواني وهو مش اخواني، لما يبقى رئيس شركة والعشرين واحد اللي حواليه، العشرين اللي حواليه المقربين له في الشركة كلهم اخوان، يبقى ايه؟ يبقى هو جاي بيصلي في الجامع واللي حواليه كلهم يعني كده. يعني احنا اكيد مش بنملى هوا، يعني احنا قاعدين بنتكلم مع حضراتكم عشان الى من يهمه الامر. يعني في جهات طبق القانون،
بتتفرج علينا، علشان يعني مش لازم احنا بنقول ده يكون سليم 100%، بس لابد من التواصل. لا سليم 100% 100% 100% ما حدش برضه بيتصل بيك ولا لا 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 دليلك ولا مستنداتك. لا لا يا بيه هم عارفين، انا ما بتكلمش عن حاجات وهميه. طيب انا بتكلم يعني نتمنى في الفتره القادمه ان الاوضاع تتغير. الان الاوان ان احنا نفوق، والبلد دي تستحق اكتر من ذلك. محتاجين فلوس هذه الجامعات. تطبيق القانون رقم 10 لسنه 72 ده مهم جدا، لغايه ما نطلع قانون اخر بالطريقه اللي عايزه مجلس النواب، انما القانون ده بيه قائم وموجود. انا هرجع تاني للقانون، بس عايز اعرف برضه القطاعات. اتكلمنا عن قطاع الصرافه، اتكلمنا عن قطاع الادويه، دول قطاعات مهمه جدا. في كمان قطاع الموبيليا والسيارات. الى اي مدى ممكن اقول ان عندي قطاع الموبيليا، قطاع الصرافات، وعندي محلات زي التوحيد والنور مثلا؟ التوحيد والنور دي هذا اخواني اساسا، هو بيدعي هو ده جاء من الكويت وكده وعامل المحلات وشغال في الـ في الـ في البلد، وبيع باسعار مش منخفضه قوي، يعني في حاجات اللي هي مألوفه لك وليا بيبيعها رخيصه، الحاجات اللي مش مألوفة او اللي هو بتاع بيبيعها يمكن بسعر موازي او ازيد شوية كمان. يعني انا لفيت بعض محلاته علشان اشوف القصة، وهو كان ما هو السوير كده ما كان مربي دقنه وكده وفلوسه جاي من بره وبتاع، وانما بيقول لك انا مش اخواني. هو في واحد اخواني بيقول انا اخواني؟ هو في واحد مول الاخوان ويقول انا مش اخواني؟ الله، مين يقول هذا الكلام؟ كلمني عن معارض الموبيليا بقى برضو دي. شوف هقول لك، هضرب لك مثل، ضرب لك مثل بالنسبة للموبيليا والسيارات. عندي طريقين في مركزي في الدلنجات محافظة البحيرة. طريق اسمه طريق الخيري دمنهور اللي هو كده، وطريق التاني طريق الدلنجات البستان. الطريق ده الدلنجات البستان 19 كيلو، عليه 21 معرض عربيات. منين؟ وبعدين تلاقي الناس تلاقيها مثلا كان من 10 سنين. انا هحكي لك على واحد كان بيشتغل عام نفر عند واحد. نفر انت عارف الانفار. بيشتغل بالفاس. الراجل يعني باليوميه باليوميه بالفعل فجاه بقى عنده معرض عربيات. لا يا ريت، ده بقى عنده ثلاث معارض بتوع اللي هي الادوات المنزليه في الدلنجات وفي ايتاي البارود ليه؟ واشترى الخمس فدادين اللي كان بيشتغل عنده بفلوسه. وما عنديش بقى هنا قانون من اين لك هذا؟ ما هي ده اللي انا بطالب بيه، اللي هو الكسب بقول عايز قانون. بس فوق من محمد ونرجع بعد كده نتكلم بقى عن الموبيليا اللي فعلا بيقال ان 50% من هذه المعارض بيمتلكها اعضاء هذه الجماعه الارهابيه. استاذ محمد من المنصوره اهلا بيك. السلام عليكم، ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا استاذ محمد. والله يا استاذ احمد بالنسبه لموضوع الاخوان، يعني بالنسبه كمصالحه طبعا ديت ما تنفعش، لان طبعا في بيننا دم دلوقتي وموتوا ناس كتير جدا، يعني ما لهمش اي ذنب. نعم. ان كان من الشرطه او ان كان من الجيش او كان مدنيين عاديين. وبالنسبه لموضوع الاموال، طبعا الاموال ديت المفروض ترجع للبلد لان هي بتاعت الشعب الغلبان. خلاص. خدوها ونهبوها يعني، فطبعا ما ينفعش، والمفروض يكون في وقفه بقى لهم، يعني يتقوا ربنا شويه، لان يعني والله كده ما وصلوا لحاجه. ان كانوا بيخربوا في سوريا ولا في ليبيا ولا في مصر ولا هنا ولا هنا، كفايه بقى، كفايه دم. بيموت اطفال وبيموت جنود وبيموت شباب وبيموت شيوخ رقع واطفال رضع، يعني حرام اللي انتوا بتعملوه ده يا اخوان. بشكرك يا استاذ محمد، يعني ده برضو اهي يعني اكتر رد للاستاذ عماد الدين اديب والاستاذ عمرو اديب والدكتور عماد جاد. ده رد فعل الناس، بيننا وبينهم دم، ومفيش بلد فيكي دم إيه الا ده. اذا كان فيها شهيد سواء من رجال الشرطه او من رجال الجيش. دم ايه ده؟ ناس من يوم نتيجة الجاسوس محمد مرسي، الجاسوس المنتخب، الجاسوس المنتخب انا هم الجاسوس المنتخب رئيسا للجمهورية. ما هي بقت الجاسوسية والخيانة وجهة نظر في عهد الناس الصيع دول؟ بقت الجاسوسية والخيانة وجهة نظر ليه؟ لما يجي في ميدان التحرير ويقول لك يا تعلنهم نجاح مرسي يا هنولع البلد، يعني بيهددهم. هو كان الميدان هو اللي بيتحكم في طبعا في القرار. طبعا
طبعا. وكانت الناس للأسف الشديد الشعب كان مغيب، يعني كنت تيجي تتكلم مع الناس وتقول لهم يا جماعة الكلام ده مش مظبوط وده غلط وده مش عارف، يقول لك بتوع ربنا، يقول لك ده ما احنا بقى لنا 30 سنة بتوع ربنا نشوف الايدي المتوضئة الناس المحترمين الكلام ده. بس حضرتك كنت كشفهم. انا لا ده انا عارفهم من زمان، ده انا كنت بهاجمهم في عز عهد مبارك، في عز عهد الرئيس مبارك، كنت بديهم من المنقى يا خيار على طول. ليه؟ لان انا عارف الناس دي لا امان لهم ولا عهد لهم ولا ميثاق لهم. الاقتصاد قبل برضه ما ادخل في الاقتصاد المصري والمصالح والاضرار التي عادت عليه من هذه الجماعه والبيزنس بتاعهم، ولكن الموبيليا كني بقى عن معارض الموبيليا اللي بيتحكم اللي هي شوف لما يبقى طريق عليه يجي 2-8 حوالي 12 معرض موبيليا على طريق اسفلت موصل ما بين بلدين كبار ما بين الدلنجات وما بين انت بتكلمني على يعني على وضع شخصي انت شايفه، انا شايفه بعيني. طب انا بقعد ابص على الطرق وانا ماشي، انا راجل عندي حاسه امنيه، عندي حاسه امنيه بشوف بقول ايه ده، ده منين، ده كان ايه، بسال دي ايه ده، ده جاب ده منين، ما لازم اسال وتساءل. ابص الاقي معارض موبيليا ما بيعش ما بيبيعش، انما عامله علشان يستخبى وراه في الثروه اللي هي ايه هبطت عليه من جماعه وده الاخوان. وده بيحصل في معارض كتيره ومحلات مؤجره. اه طبعا ايجار المحل 50,000 جنيه في الشهر وتخش تلاقي مفيش حاجه تبيع، مفيش زبون حتى يدخل. اقول لك في وقت من الاوقات الله يرحمه احمد بيه رشدي كان وزير الداخليه الاصدق، كان بينزل يتمشى في الشوارع كده على رجليه من غير روكسي، هو ساكن في روكسي في قدام قدام السينما في الناحيه الثانيه، انما كان بينزل يتمشى في وسط البلد كده الصبح علشان يشوف حاله المرور والالتزام وكده. ففي يوم اتصل بالاداره وقال انتوا ما لاحظتوش حاجه في شارع سليمان باشا؟ لا خير يا فندم. قال الشارع بقى كله محلات جزم جنب بعضه، ما تشوفوا ايه القصه دي. يعني نظرة أمنية أو نظرة بالنا. ده راجل بقى الراجل قال المحل جنب المحل جنب المحل، فعلا نزلنا لقينا الشارع كله محلات جزم لازقة في بعضها. طب ايه السبب؟ تبين في ذلك الوقت الكلام ده في سنة 85 كان في تاجر مخدرات اسمه حسن قرقر. حسن ايه؟ حسن قرقر. حسن قرقر كانت دي كانت دي فلوسه اللي هو غسيل الاموال، صبيانه بيفتحوا بيها محلات عربيات ومحلات جزم وكده وبتاع علشان يمشي القصه في ذلك الوقت. خد بالك. حسن قرقر ده مات وخلاص وراحت ثروته كلها، لان كل دول اللي كانوا عليه واخد عليهم ورقه الضد بالسلامه يعني. وكان كاتب حاجات باسماء زي الاخوان ما بيعملوا كده، بياخدوا ورقه الضد على اللي هم عاملين باسمه. يعني كان واخدين ورق بممتلكاتهم اللي موجوده في ميونخ وفي سويسرا على جوز بنت حسن البنا. خد بالك. جوز بنت حسن البنا مات، ابنه طارق بقى انا ما اعرفكمش، فبيقولوا له رجع لنا الفلوس. قال لهم بالسلامه. ده فلوس ابويا. يعني انا كنت في النمسا السنه اللي فاتت وفوجئت ان هم بيقولوا هناك على ان ده مشروع اخواني، ده مشروع اخواني. قلت لهم هو انتوا في النمسا كمان عندكم اخوان؟ قالوا لي ان ميزانيه دول، قالوا لي يعني المانيا والنمسا من اكتر المشروعات اللي موجوده لهذه التمويلات الاخوانيه. انا عايز اعرف الفلوس دي بتيجي منين؟ هل دي بتيجي مثلا مخدرات؟ بتيجي من تبرعات؟ دي منين؟ لا شوف البدايه كانت من اجهزه مخابرات. اجهزه مخابرات ده قول واحد يعني بتديهم فلوس في البدايه. تمام. بعد كده الاخواني اللي بيفتحوا له المحل او اللي بيعملوا له الشركه عليه عشور 10% بيطلع 10% يعني الارباح لمين بقى؟ للجماعه. للجماعه. ودي دول يقينا يعني دول العشور ده لازم يدفع للجماعه بالاضافه الى انه يتم يسدد رأس المال، يعني يسدد جزء من رأس المال اللي اتعمل له والعشور.
جزء من رأس المال دولة، نظام دولة لغاية دولة. ما في النهاية يبقى المشروع متكامل اتسدد تمنه ويتم يفضل يدفع العشور. ده بالنسبة لمحلات الذهب اللي موجودة برضو داخلين هذا المجال طبعا، يعني الصرافة والنوبيليا والسيارات والأدوية والذهب والذهب والأدوية والنوبيليا والسيارات والدولة الزفنات. والدولة الدولة قاعدة بتتفرج بقى. الدولة في ذلك الوقت ما كانتش عايزة تعمل فرقيعة علشان الاقتصاد المصري. طب ما هو انت سبت ناس، يعني في ناس معروف ان هم اخوان وعندهم محلات سوبر ماركت كبيرة وسلاسل والكلام ده. انما انت عايز وبيعلوا عنها في الجرائد طبعا، عايز الامور تمشي، عايز الاقتصاد ما يحصلوش هزة، مش عايز تمسكها. يعني احنا مع فتح الاستثمارات او باب الاستثمارات حتى لو كانت من استثمارات اخوانية. لا انت انت كنت في فترة ايه ما بين من 25 خسائر لغاية 30/6 لغاية 3/7 لما طلع الرئيس عبد الفتاح السيسي وحط راسه على كفه هو والجيش كله ومعاهم الشرطة وقالوا احنا مع الشعب ده. طب يا لغاية هذا التاريخ. طب ست لو فاتت الولاية الاولى الاربع سنوات وكلنا كنا كنت بترسي مع تطلب ايه بقى من الرئيس وكني عن القانون اللي هو 22/2018 اللي هو بدل ما كنا نتحفظ على اموال هذه الجماعة ونستثمرها لهم ونحافظ لهم عليها، ايه الجديد بقى؟ الجديد القانون ده. في ايه القانون ده؟ القانون ده اللي هو القانون 22 لسنة 18 كان القانون كان القرار بتاع مجلس الوزراء التحفظ اللي كان طلعه رئيس الوزراء السابق وقال ان احنا نتحفظ على اموال الكيانات الارهابية والارهابيين لمدة 3 سنين او 5 سنين حسب حكم المحكمة، وبعدين نقول له اتفضل سيادتك مشروعك بأرباحه وباستثماراته. اي فكره ما اعرفش. عملنا ثوره وعملنا وطلعنا في كل في تعويضات تعويضات المنشآت وتعويضات للبشر يا بي كفايه تعويضات القوات المسلحه وتعويضات الدوله عما اصابها من اضرار في محمد محمود وفي مجلس الوزراء وفي الاماكن دي كلها. بس استاذك بس لسه مستمرين مع حضراتكم وهنعرف كمان القانون ومزاياه. بس معايا استاذ حمدان من دمياط. اهلا بيك استاذ حمدان، اتفضل. السلام عليكم يا استاذ احمد. اهلا بيك، اتفضل. ازيك يا استاذ كل سنه طيب، بحييك وبحيي سياده المؤتمر المقرحي. اهلا بيك، اهلا وسهلا. انا شفت لائحه. طب واتس هو تلفزيون واسترسل يا استاذ حمدان حضرتك. نعم استاذ احمد. ايوه ايام ما حسني مبارك ما كنا ممكن نمشي نلم التبرعات. ايام حسني مبارك بيلم التبرعات. كمل كلامك مره واحده. وطي صوت التلفزيون على نفسهم. نوطي صوت التلفزيون يا استاذ حمدان واسترسل في كلامك، اتفضل. بقول لحضرتك انا شفتهم بيوم التبرعات وشفتهم بيصرفوها على نفسهم التبرعات. يعني بيجمعوا التبرعات بيصرفوها على نفسهم وعلى نفسهم وشفتهم بيصرفوا جنابيه على نفسهم بيجيبوا السرنجات يا استاذ. بشكرك استاذ حمدان. كان برضو يعني جزء من التبرعات اللي هو الصندوق اللي كان بيتحط في المساجد وعلى الطريق لا دي لغايه دلوقتي ما حدش بيسمع، ما فيش كنترول يعني يا سيدي على طريقي انا وانت رايح جاي للجامع. حضرتك نموذج مدير الجلسه في محافظه البحيره ده ايه زيه واكتر في الغربيه وفي الشرقيه وفي الداخليه. بس للاسف يعني الناس دي انتشرت زي النار في الهشيم وظهروا على حقيقتهم في الفترة ما بين 25 خسائر التي تدعى 25 يناير لغاية هم راحوا فين؟ 6 هم راحوا يا بيه موجودين يعني يا بيه دخلوا تحت الجدار لحين. شوف يا ريت يا جماعه نسمع بس او نشوف الكلام ده مكتوب على الشاشه. الجماعه ما اتبخرتش، لا اعضاء دي جماعه ارهابيه راحوا فين؟ دخلوا تحت الجدار. بقى مكتوبه فين؟ تحت الجدار منتظرين اللحظه المناسبه. منتظرين ان ياتي يوما
يخرجون فيه الى النور مرة اخرى وتتكرر 25 يناير. وتتكرر يا 25 يناير يتكرر الرئيس يتعاون معهم زي ما حصل سنة 75 او زي ما حصل في التسعينات والثمانينات زي ما حصل هذا. عايزين هم ياخدوا الفرصة ان هم يظهروا تاني. انما المطلوب انهاء هذه الجماعة للابد لان لن ينصلح حال مصر الا بانتهاء هذه طول الجماعة. طول ما انت سيب لهم الاقتصاد بيلعبوا فيه مش هينتهوا. كلمني على القانون. طب حياني فيه يا يعني قبل القانون بقول للاخ عماد والاخ عماد عماد الدين عبد الفتاح محمد الاكش وحق الرد مكفول للجميع لو يحب يتواصل يقول مثلا ان مثلا ان نوران اللي قالت انها بنته انها مش بنته او ان ايمان سعيد حسن مش خالد مش خالد بنته ولا مش اخت مراته سلوى سعيد حسن الشبيني يقول. احنا منتظرين تواصل الاستاذ عماد الدين معانا يعني. شوف اللي حصل اللي حصل ان ما طبقناش هذا القانون. هم اللي انا بقول للاخوه لعماد وعماد وسياده اللواء والناس اللي هي طالعه بتقول ما تواصلش معاك عماد اديب لا لا ما تواصلوش. هيتواصلوا يقولوا لي ايه؟ يقولوا لي ان انت بتتكلم صح. مش هيقولوا هم بيستخبوا بس دلوقتي. هم نكروا. لا انا شفت حاله الاستاذ عمرو اديب واستاذ عماد يعني وكان هذا الحوار لم يتم. يعني مين يقول مين واحنا ليه طالب المصالحه واحنا يعني هم كانوا سيطروا على الاتحاديه ولا سيطروا على المطار؟ تعالى نقول النبي صلحونا. يعني انا شفت بدات اشك في كلام حضرتك وفي كلامي وفي الحلقه اللي احنا قدمناها يعني هذه حالة الاستنكارية دي حصلت ليه؟ ما هم عشان اكتشفوا انهم يعني كان مغرر بيهم او كانوا مدفوعين في السكة الغلط. كانوا مدفوعين في الطريق الغلط. جماعة الاخوان الارهابية كلما يضيق الحال بهم يطلعونا بالقصة دي عشان حد ينقذهم. عملوا هذا الكلام مع الملك فاروق. ايوه بس بيطلعوا لنا برضه الكلام ده مع الرئيس جمال عبد الناصر باطراف تبعهم باطراف مرضي عنهم في يعني لا يا بي علاقة. لا يا بي استغلوا الملك فاروق وعملوا اتصالات برضه عن طريق بعض البشوات والاجهزه في ذلك الوقت وقالوا له خلاص حسن البنا مات والنقراشي مات ونبتدي من صفحة من جديدة واستغلهم وراح له حسن الهضيبي وقال له احنا حلوين. القانون الجديد ده بقى كلمني عن الفترة القادمة الولاية الثانية من عهد السيد الرئيس هيطبق هذا القانون. ايه بقى القانون ده؟ القانون ده طلع بيقول ان يتم التحفظ والتصرف ده الجديد بقى التصرف ما كانتش التصرف دي موجودة فين في القانون القديم القرار بتاع مجلس الوزراء اللي كان بالتحفظ على المال وتنميته وتسليمه للبيه الاخواني اللي انا بقاعد بزود له ممتلكاته وبزود له امواله لغاية ما نديها له تاني تمام. الجديد بقى في التحفظ والتصرف التصرف يعني انت من حاجة تبيع هذا المفروض ايوه يا اما اذا كانت اموال سائله تخش على خزينه الدوله مباشره عن البنك المركزي او اذا كانت مشاريع اما تعرضها للبيع اذا كنت مش هتعرف تديرها او تنقل ملكيتها للدوله وتديرها تمام واخد بالك يعني يا كده يا كده او تبيع كده او تتصرف قطاع الاعمال يعني كم على الخصخصه او قطاع الاعمال او في النهايه الاستفاده منها والعائد يعود الى الدوله خزينه الدوله وده بموجب الدستور. الدستور بيقول ايه؟ الدستور بيقول الكلام ده اهو انا جايب لك الدستور معايا تمام. في الماده 46 على ما اعتقد دي بنختم بيها دي اهم جزئيه عشان الناس بس ما تبقاش فاهم ان احنا بنالف او متجننين عليه. دستور بلدنا اللي احنا نزلنا صوتنا عليه بيقول لنا ده بيقول ايه بقى الجزئيه الخاصه بالدستور. المعنى مش لازم لا لازم عشان الناس انا بقول لك اهي نعم اتفضل استاذ محمد حسن ممكن ينهار دلوقتي ليه ينهار ليه ما استنانا يعني دقيقتين. ما انت استنيته قبل كده بيدور على الورقه وهيقراها خلاص قولي المعنى بس لا المعنى ليه هو عايز ايه هو مش الجزئيه يعني. الخاصه بالتحفظ والتصرف اهو اتفضل ست لو خلاص قولي المعنى انا مصدقك قولي بس المعنى انك ان الملكيه
اهو الاموال العامة المصادرة للاموال محظورة تمام، ولا يجوز المصادرة الخاصة الخاصة اهي الا بحكم قضائي. تمام، يعني المصادرة بوجه عام لا بحكم قضائي ممكن. بحكم قضائي المصادرة الخاصة بحكم قضائي. المادة كام؟ تمام، المادة 40. المادة 40 موجودة في الدستور المصري من حق هنا بقى يعني التحفظ والتصرف ما دام عندي حكم قضائي. ما دام حكم قضائي المصادرة الخاصة بايه؟ بحكم قضائي. فانا عندي حكم قضائي بالمصادرة مال الاخوان او مال الجماعة او مال هذه العصابة الارهابية فيبقى بموجب هذا القانون اصادر هذه الاموال. انا بشكرك جدا جدا، بشكرك نورتني، بشكر سيادة اللواء فاروق مقراح المساعد وزير الداخلية الاسبق، رجل الشجاع الحكيم اللي بتمنى من المسؤولين في الدولة انهم ينصتوا اليه ويتحققوا من المستندات ومن الاوراق اللي بيقولها. وبشكر طبعا فريق الاعداد محمد حسن ودعاء توفيق والاخراج، ومع تحياتي احمد عبدون. اشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من برنامجكم عما يتساءلون مع احمد عبدون.